المزمور الخامس والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار. قصيدة لداود. اصغى يا الله إلى صلاتي، ولا تتغاضى عن تضرعي. استمع لي واستجب لي، أتحير في كربتي وأضطرب من صوت العدو، من قبل ظلم الشرير، لأنهم يحيلون علي إثما وبغضب يضطهدونني. يمخض قلبي في داخلي، وأهوال الموت سقطت علي. خوف ورعدة أتيا علي، وغشياني رعب. فقلت ليت لي جناحا كالحمامة، وأطير وأستريح. ها أنا ذا كنت أبعد هاربا، وأبيت في البرية سلاه. كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. أهلك يا رب، فرق ألسنتهم، لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها، وإثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش. لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عدلي، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور، ليبغتهم الموت، لينحدروا إلى الهاوية أحياء، لأن في مساكنهم في وسطهم شرورا. أما أنا فإلى الله أصرخ، والرب يخلصني. مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح، فيسمع صوتي. فدا بسلام نفسي من قتال علي، لأنهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم، والجالس منذ القدم سلاه، الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله. ألقى يده على مسالميه، نقض عهده، أنعمه من الزبدة فمه، وقلبه قتال، أليان من الزيت كلماته، وهي سيوف مسلولة. ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. وأنت يا الله تحضرهم إلى جب الهلاك، رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم. أما أنا فأتكل عليك. هللويا.